السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربي للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم واحد المنزل اللي كيتباع في زيو، بالضبط في حي لوزين، يعني هذا المعمل ديال السكر اللي كاين في زيو. هذا المنزل هذا المساحة ديالو 200 متر مربع، ملكية عدلية. هنايا الدخلة ديال الدار كما كتشوفوا، كاين واحد الحمام تحت الدروج، كاين هنايا الجوب ديال الماء، الدار فيها الماء والضو، الواد الحار، كلشي كاين فيها. هنا الحمام اللي كاين تحت الدروج، حمام بلدي. وهنايا الكراج كبير بحكم المساحه ديال الدار 200 متر مربع، فهي الكراج عندها كبير بزاف كما كتشوفوا هنايا. ما شاء الله داو الكراج، كراج وفي واحد الدخله دابا غادي نشوفوها على اليسار، مفصله على شكل كوزينه، واحد صالامونجي كبيره شكل ديال صالون. هذا هو كوزينه مثلا الهيف، هذاك القنت ما تصلحاش، ما تكملتش في الاصلاح ديالها. عندها واحد الشرجم كيطل على الباتيو اللي بقى محلول على الكراج باش يكون مهوي ديك البلاصه. كما كتشوفوا الكراج فيه الضو، هذا هو ديال الباتيو، تكون تما الباب ديال الباتيو. الدار هذه كنقترحوها على الناس اللي ساكنين في زيو، ولا اللي باغيين يسكنوا حدا شي عائله ديالهم في زيو، ولا كنقترحوا عليهم هذا المنزل. هذا الناس ديال زيو اللي كنقولوا في حي لوزين، راه معروف تما فين كاين المعمل ديال السكر. فيها جوج ديال البارطمانات الفوق، كل وحده الباب ديالها بوحدها. كل بارطمان فيها جوج البيوت، وسط الدار كبير صالون كاين في وسط الدار مفتوح، كوزينه وحمام. هذا البيت الاول اللي شفنا، هذا هو الصالون، علاش هضرنا جاي في وسط الدار كبير، عندهاش صالون مسدود، صالون مفتوح في الدخله، فيه بالكون على الشارع. والبارطمان الاخرى عندها الصالون، عنده الواجهه على الباتيو. الدار دي بروميير ايطاج، هنا البيت الثاني شرجم على لافاساد، يعني التوتال كلشي اللي كاين في هاد البروميير ايطاج هو 4 البيوت، جوج الحمامات، جوج الكوزينات، وجوج الصالونات. هنا الحمام، وهنا المطبخ. عنده الباب على الباتيو. بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا العرض هذا، ما عليكم الا تتصلوا بنا على الرقم اللي كاين في اسفل الشاشه. حتى نتوما اللي عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه في اي بلاصه من النواحي ديال الناظور، في مدينه الناظور والنواحي بطبيعه الحال، اتصلوا على نفس الرقم. هنا الشقه الثانيه كما كتشوفوا، حتى هي فيها كوزينه، جوج البيوت، صالون مفتوح وحمام. المساحه ديال الدار قلنا 200 متر مربع، جايه قريبه على جميع المرافق، قريبه على الطريق الرئيسي ديال زيو الناظور بواحد 12 دقيقة على الرجل فقط. قدرون قريب عليها، عند الطريق اللي كدير للدار، من تما من الطريق الرئيسية ديال زيو الناظور حتى للدار قدرون تقريبا غير واحد 100 متر اللي كندخلوا للدار اللي ماشي قدرون. هذا هو الباتيو اللي كاين، كيطلع عليه الصالون، قريبة على جميع المرافق، كاين كلشي حداها، كاين المحلة التجارية، كاين المسجد راه حداها، غادي نشوفوه دابا من السطح، قريبة على الطريق الرئيسي كما قلنا، كلشي قريب عليها. الدار 200 متر مربع اللي فيها، بروميير ايطاج، ملكية عدلية. نتمنى ان شاء الله من الناس كاملين اللي كيتفرجوا فينا يتابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا، ديك الابوني ديالكم كتشجعنا باش دائما نجيب لكم الجديد. وكل مره فين كنجيبوا لكم فيديو، مره زيو، سلوان، ناظور، سعيدية، العروي، كل مره فين كنجيبوا لكم. دابا غادي نطلعوا نشوفوا السطح، من تما غادي يبان لكم المسجد انه وحده الدار، هذا هو. بالنسبه للثمن ديال هذا المنزل هذا هو 77 مليون سنتيم، 77 مليون سنتيم
قابلة للتفاوض. كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم للفيديو ديالنا، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله بحول الله.